في زمن الفتنة والتقنية وحماها، والدعاة على أبواب جهنم، وكل يدعي الحق وله راية، حتى أن بعضنا بوصلة الحق قد طاشت فلا يدري أين يذهب، أقول له: إذا كان هناك أمور كنت تقيم عليها وتخشى الله أن تنتهكها، وكنت تستحي من الله أن يراك عليها، وكنت ترقع ما نقص من دينك بالنوافل، إذا رحلت النوافل وقبلها الفرائض، وانقلب الحلال حراماً، والمباح واجباً، والمكروه تستخف به وتجري في هوى نفسك، فاعلم أنك مفتون، أنت مفتون. ولذلك معاشر الأحباب، أخبرنا عليه الصلاة والسلام بفتن كقطع الليل يصبح الرجل فيها مؤمناً، لكن ما تغرب الشمس إلا وقد كفر، والعكس. فاسأل الله الثبات، واعلم أن الثبات طريقه العلم الشرعي النقي من العلماء الربانيين. هل الأفكار والفلسفات والأخلاق والصحبة الفاسدة وأولئك الذين يرققون ويزينون لك المنكر وأنت تقول في المسألة قولين؟ لا، المسألة فيها طريقين، طريق للجنة وطريق للسعير. لا تكن مفتونا، اسأل الله الثبات. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. ومن دعاء القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اسأل الله هذه العطية وهذه المنحة، لأن المنتكسين والرحلات المغادرة عن عالم الهداية كثرت، ردهم الله للحق من جديد. فلا تكن مفتونا، وإياك أن ترى من يخفف ويرقق الدين. تمسك بالعروة الوثقى حتى تلقى نبيك عليه الصلاة والسلام هناك على الحوض، فتشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. قولوا آمين. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك.